طيب انت طلبت ايه؟ عايز تشوف جمال الغندور؟ ورينا بقى النماذج دي. ما طيب نشوف الكابتن وقتنا. جمال الغندور، لانه القضيه كبيره، القضيه كبيره وفي منتهى الخطوره على فكره، في منتهى الخطوره. نشوف الاول الكابتن جمال الغندور في ام بي سي مع مهيب. اللعبه كان في مخالفه، اللعيب عايز يلعب الكره بسرعه، حط الكره عشان يلعب بسرعه، فالكره كانت متحركه، فده اسمه خطا في الاجراءات. هنا الخطا ده كان يجب على حكم المباراه، لانه اللعب واقف ومحور تركيز الحكم واهتمامه هو الكوره، مفيش حاجه تاني. فكان يجب على الحكم انه لما تم التنفيذ بهذا الشكل انه فورا يعلن عن اعاده التنفيذ. طيب الحكم لم يعلن عن اعاده التنفيذ واستمر اللعب. طيب مفيش حد من زملائه اللي في الملعب نبهه انه في الكوره اتنفذت بشكل غير صحيح. تمام؟ تمام. سجل هدف. سجل هدف. طيب نرجع بقى هنا، حكم الفار تدخل، وهذا تدخل غير قانوني، بمعنى انه حكم الفار ليس له دور في مخالفه اجراءات التنفيذ. يعني كده هدف الاهلي صحيح. الهدف احتسب بشكل صحيح، لا يمكن لحكم الفار ان يتدخل. الحكم تدخل بشكل غير قانوني. اي تفسيرات قيلت بعد كده ما لهاش الا معنى واحد عندي يا استاذ ابراهيم، ان لجنه الحكام تتحسب ان الاهلي قد يشكو، فابتدوا يجملوا هذا التدخل غير قانوني. البعض ابتدى يقول لك اصل دي اجراءات، لا دي مش اجراءات، ده تدخل غير قانوني. تغول، تغول من الفار على بره اختصاصات. مش تغول، هذا تدخل غير قانوني، خطا في التطبيق القانون، تدخل غير قانوني. واحنا مش هنفضل كل موضوع عشان مش عايزين نحله صح هنا نصعده عشان في حته تانية يقولوا لنا ايه اللي نعمله. طيب انا ليه بقول لكم يا جماعه المساله في منتهى الخطوره؟ انا هعرض لكم دلوقتي حاجه حصلت النهارده من لحظات، من نص ساعه، وقع في الدوري الانجليزي، استون فيلا بيلعب مع بيرلي، النتيجه خلصت 1-1. بيرلي بيسجل، او استون فيلا بيسجل هدف، هتشوفوا الصوره دلوقتي. الهدف بدا من رمية التماس غلط، يعني رمية التماس ممكن يبقى فيها فاول اوت اهي، لازم رجليه تبقى ثابته الاثنين، هو رافع رجله، الكره اسفرت عن هدف، الفار حب يلفت نظر الحكم، رفض يروح له ورفض ينصع له، هناك مفيش روح وسجل الهدف. هناك مفيش روح يا كابتن عصام، الفار ملوش روح هناك، الفار بتاعنا هو اللي قطع روحه بجد. اللي حصل ليله امبارح ده تهريج شديد جدا، هتشوفوا كتير من اراء خبراء التحكيم وكلهم ناس افاضل وكبار. مين يحاسب على الفار؟ على انك انت على فكره اللي انتبه لديت ال 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 واحد من عشاق الاهلي الكبار الاستاذ علاء حسن الالفي، ابن الراحل الكبير اللي هو حسن الالفي وزير الداخليه الاسبق عليه رحمه الله، انتبه وهو بيتفرج، هو موجود في كندا، بص الناس اللي واخده الاهلي معاها الكندا، بعتها لنا واحنا على الهوا، بعتها لنا واحنا على الهوا دلوقتي الاستاذ علاء حسن الالفي من كندا. اتفضل يا كابتن عصام، خد عندك اهداء من كندا من علاء الالفي الى كابتن عصام عبد الفتاح رئيس جمعيه بروتوكول الفار والروح وروح البروتوكول. ده كلام انا عايز، يعني هنتكلم كتير في الجزئيه دي، بس انا الاول بعرض اراء الساده خبراء التحكيم عشان ما يبقاش ده راينا الشخصي. المصطلحات اللي بنزقها كده وتمشي احتواء، يعني ما صدقنا احتواء، ما صدقنا، لكن هو ده روح الفار في زمن الاحتواء. شفنا راي الكابتن جمال الغندور، نشوف راي الكابتن احمد الشناوي. البوز دي امين عمر مواجه للتنفيذ. نعم مواجه للتنفيذ. انا عامل هنا بوز تاني، هنا بدا الاي بي بي. هنا يبدا الاي بي بي، هنا يبتدي الاي بي بي، مش من اللي فات، مش من اللي فاتت. هنا ده الاي بي بي بدا، هنا الاي بي بي يعني الفار يا جماعه. لا الاي بي بي اللي هو بناء الهجوم الواعد الواعد اللي هو الحكم يبدا يشيك من هنا. انا قصدي التشكيل الفار اللي قبليها يا كابتن، يعني
لا لا قبليها كانت الكره في قبليها دي الكره النهارده دي انا متحركه مش ماشي ما هي بدايه يعني بدايتها ما هو لا هو يبتدي من قدام ما هو ليها بدايه لازم هو لما لعب الكره بالشكل ده اللي خدها ورايح على الهجوم مين الاهلي قفشه نعم لعب قفشه يبقى اذا هنا بيبتدي الهجوم الواحد هنا ده استئناف لعب دي مسؤوليه الحكم دي بالظبط تمام كده بالظبط كده دي ده استئناف لعب وليس هناك في التحام كان ممكن يرجع له زمن مثلا لا اي التحام واضح فطبعا هنا بدا الايه الاي بي بي هنا لما تتلعب بقى الكوره بالشكل ده ايوه هنشوفها دلوقتي دور الفار هنا يقتصر فقط على اللي انا جايبه بعد كده ايه هو ادي الكوره من هنا التسلل هل هناك تسلل ولا لا لا في اتنين مغطيين طب رمي التماس لو نفذت بشكل خاطئ ايوه وخد لاعب وجاب جول الفار يجي يقول له نفذت التماس بشكل خاطئ لا مش طبعا مش, من مش دوره مش دور الفار مش دوره ايوه الاستئناف والكره متحركه مش مخالفه دي الاي بي بي مش موجوده انا بقى بالنيابه عنك الاهلي حرم من هدف في حاجه اوضح من كده كلام في حاجه اوضح من كده يعني تربص لالغاء هدف وانا مستغرب ازاي انت عارف امين عمر طرد سيد ليه قال له ايه اللي هيوديك ايه الكلام ده ايه اللي هيوديك يا كابتن يعني سيد يبدو انه كان عارف ان دي ما 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 مش من بروتوكولات الفار عشان الكابتن عصام بقى بيقول لك ايه عايزين الناس تقرا وندي لها محاضرات في بروتوكولات الفار ما انت كسرت بروتوكولات او يعني انت اذا كنت بقى كل حاجه هترجعها الى روح كذا وروح كذا واحتواء كذا الغي القانون بقى واحكم بحدثك وبمشاعرك وبتقديرك الشخصي هي الناس بتحتكم للنصوص ليه؟ عشان ما يبقاش وجهات النظر الشخصيه هي السائده او هي الحاكمه يا استاذ ابراهيم هو الكابتن الشناوي قال نفس الكلام هو انت لو جبت من رامي تماس خاطئه تلغي جون مستحيل لو الحكم رجع اللعبه رجعت انما أيوة. اول ما اللعب يستأنف والحكم يستأنف اللعب الفار يبتدي يدخل ملوش دعوه ولعب واقف يعني الحقيقه احنا هنفضل كل سنه يضغطوا علينا بهذه الصفاره وهذا الاسلوب و و و و و و و وتلاقي الدوري بيروح بماتش او اتنين في الاخر يعني طيب كابتن عصام عبد الفتاح هنسمعه لكن هي فكره انك انت تعتقد ان قانون الكوره ده كهنوت مخفي في الصدور وما تعرفوش الا انت لا انت غلطان جدا لانه هو عمال يتكلم في اكتر من برنامج هو الراجل شاف ان كل خبراء التحكيم استغربوا جدا واندهشوا ايه الفار اللي بيتدخل فيما لا يعنيه دي مش سلطته ودول ناس بيتكلموا بالقانون شديد انه يطلع يلف ودول ناس بيتكلموا بالقانون ففجاه الراجل يلف على كل القنوات هو عشان الاهلي هو عشان الجون ده للاهلي لو كان في العكس الثاني ما كانش حصل اللي حصل لا انا هقول لك بقى ويا ريت حضرتك تجاوبني بمنتهى الوضوح والسلاسه الكره دي لو ما جاتش جون الفار هيرجعه ده سؤال الثاني رامي ربيعه لعب الكوره قطعها قبل ما تروح لقفشه قطعها لعب البنك هجمه مرتده جاب جون هتتحسب ولا هتتلغي انت بتدور على مثلاً. انت بتدور على المنشا كان غلط رامي لعب الكوره وهي مش ثابته على الارض انا معاك من الناحيه القانونيه لكن الفار اللي تدخل عشان يلغي جون الاهلي لو اتقطعت وراحت مرتده جون هتعملوا ايه كنت هتصفر وتحسب وتفرح انت وهو اللي جوه ده في الفار لكن انك انت تفضل تلف على القنوات وتقول اصل الناس مش متابعه القانون اقروا القانون طيب الحقيقه كل خبراء تحكيم لما ردوا عليه رد بالقانون والكابتن عصام ما بيردش بالقانون بيرد انه دي روح القانون وروح الفار وانا عايز اقول لكم حاجه فقهاء القانون دايما بيصفوا عباره روح القانون بانه الشيطان يمسك الاستك ده أستك في إيد الشيطان لأن كل حاجة عايز تهرب منها وعايز
تفسرها بمزاجك ان دي روح القانون، لانه مش منصوص على روح القانون. ففي الكوره حتى القانون الكوره لما اتكلم على روح القانون ما اتكلمش باللي الكابتن عصام عايز يدي حكم الفار ما ليس له لمجرد انه لغى جون للنادي الاهلي. نص القانون في كتاب قانون كرة القدم في صفحة 138 فيما يخص بروتوكول الفار واضح وصريح جدا يا كابتن عصام، لأنه بيقول لك قانون كرة القدم لا يسمح بتغيير الاستئناف. الاستئناف ده ان اللعب واقف وبتستأنفه، فاول، كورنر، اوت، وحتى نص عليها الركلات الركنية، رميات التماس وغيره إلى آخره، طالما تم استئناف اللعب لهذا لا يمكن مراجعتهم. حكم فين المباراة يا عم هنا منبه لقيتها فين الروح؟ حكم المباراة ما دام استأنف اللعب هو الوحيد صاحب قرار الاستئناف، فطالما صفر واستأنف أصل ده مش من حق حد يرجعه. ده بيقول لك مش بس نص يمكن في مرونة انك تفسره، ده لا يمكن مراجعته. ده قال لك ولذلك لا يمكن مراجعته، طالما استأنف اللعب لا يمكن مراجعته. هذا خطأ في تطبيق القانون يا كابتن عصام. ما تنظرش علينا بالحاجات الواضحة يا أخي، خليك في حاجة صعبة شوية تفهمها لوحدك. لكن إذا كنت فاهم بقى أنك أنت احتكرت قانون كرة القدم، لا يا حبيبي، أنت مع حكامك، لكن ما تطلعش علينا تسلب حقوق الأندية بتفسيراتك الغريبة دي. ده ربنا ما يقبلش هذا الكلام. طيب للجماهير، لانه كتير اتصل بيسال على موضوع السفر. اللجنه يا جماعه اللي النادي شكلها اللي فيها الاستاذ العامري فاروق والمهندس خالد مرتجي والدكتور سعد شلبي والاستاذ عمرو شاهين اتفقت مع شركتين، لاكي تورز وماستر ترافل. ماستر ترافل، انا قلت لكم ماستر تورز هي ماستر ترافل للتوضيح. الشركتين دول هم المعنيتين بحسب تعاقدهم مع النادي بالاشراف الكامل على فكره كل السفر. لاكي تورز يبقى هو كان مكتوب كده بس اتصلحت الى لاكي تورز وماستر ترافل.